عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق ويا صاحبي ديري كتفرج فيه فلوق جديد. واليوم غندير واحد الفلوق ان شاء الله مع مراد السوسلي. غادي تلقاو تاني الفيسبوك ديالو في اول تعليق ولا الديسكريبسيون، غتلقاو الفيسبوك ديالو والانستغرام ديالو، دخلوا ديروا لي فولو حتى هو. اليوم غادي اننا نتسناو باش يجي عندي. دابا كيف ما كتشوف انا بوحدي في الصباح، غادي نتسناو باش يجي عندي، غنتصل به دابا ويجي عندي باش ننطلقوا لاكادير. ندير لكم شي فلوق تما مفرقع تاني، حيت مره فيلم قصير مره فلوق، باش ما يجيكمش تاني الملل. تولفوا ديما فلوقات ديما افلام قصيره، فهمتوا الدراري؟ المهم اول مره الا كنتي كتشوف هذا الوجه هذا، اش خصك دير؟ سبسكرايب لايك وكومونتير زوين، باش الكومونتير ديالك يدوز الحلقه الجايه. ونخليكم الدراري نمشي نعيط على مراد، نمشي نغطى مع راسي، نعمر الكريشه باش نمشي لاكادير. ليتس جو. المهم كيف ما كتشوفوا الدراري، ها هو يبان واه مراد جا. دابا غنلبس حوايجنا ان شاء الله باش اننا نخرجوا نديماريو نمشيو لاكادير. ايه عارف شي بلاصه وما نشوف على ذوقو فيما تلاينا، المهم نديروا اليوم شي فلوغ طرطق يا سلام. ان شاء الله يكون شي حاجه ديال خذ ريعجبكم الفلوغ غندير اليوم انا خويا حمزه. يلا لي سكا وخليكم. المهم دابا خاصنا نديرو مورال كاين برد في اكادير العشيه. هاد ما كتشوفو كاين البرد، نخليكم نمشيو نبداو كلينيكس عندنا. عندي انا خليك استا اسيف اسيف امسحو الكاميرا، اذا مسحو ليكم الكاميرا. كاميرا مضبكه كيف عليكم فلو دابا الفلو فلو غادي نمسحوها ونمشيو باش اننا نبدلو. يلا حنا سالينا المسيح دابا احنا وكما كتشوفوا احنا بدنا ان شاء الله. دابا انا نلبسو شي حاجه في رجلينا باش الصبادريات وانا باش نديمالي صافي. هو هذاك باش ديك الحاله كيتنبان ليك تيتيز بزاف لوغ هو هذا. المهم دابا نخليكم الدراري حتى نمشيو لاكادير باش نديكم فلوق نطرطق ونفرجع شي حاجه زوينه الزاير. الله ليتس جو. يلا حنا جينا هو مراد بنا مراد اصاحبي. احنا اخويا دابا حنا اخويا مع واحد ولاد الشعب. الطوبيس اللي كاين داك الطاكسي لا والو. شوف الطوبيس وركبوا ونخليهم دابا طن وصلنا الخوت. نخليكم دابا حنا راه فين سكان. شوف راه فين سكان، وكتشوفوا حنا فين سكان راه نوصلوا ندير لكم داك الشيء. يلا خليهم مع واحد الطوبيس ناخذ حنا راه وصلنا لاكادير. كنا حنا معنا شوفوا المناظر سير اخويا ولا سير لا خويا وجهي هضر خويا عليكم. كما كتشوفوا حنا وصلنا لاكادير دابا طاح ضرب خطوه باش انا نهبطوا مع واحد لوطه. نخلعكم ونوريهم مراد واحد لوطه واحد لوطه نخلعكم ونهبطوا مراد في ليلة اليوم في الديلة الدراري اليوم غنظهروا مزيان وغنسركلوا وقعدت عليكم في فلوق كيطلع داك الشيء شي حاجة راه خيال اخو. صداع الراس صداع الراس اش نقول لهم دابا؟ نقول لكم الدراري المهم كيف ما كتشوفوا الخوت هذه هي الطوموبيله ديالي كلاش واحد السيد راه عارف راسو. المهم الطوموبيله ديالي هذه شريتها بفلوس اليوتيوب، هذه هي الطوموبيله ديالي شريتها بفلوس اليوتيوب. مشيتو خليت هذا وجاي في الطوب. المهم هذه هي الطوموبيله ديالي وخليت لهم دابا الطوموبيله ديالي وقعنا عليها. بالنسبة للناس البرانيين ديال اكادير اللي كانوا ولاو هاد الشيء فهمتوا، حيت كاينين ناس من طنجة من شحال من بلاصة ماشي مشكلة صاحبي. ما كاينين ناس من شحال من بلاصة كيتفرجوا فين غاجي عادي، كاين ناس ما عادي راه كاينة الكاميرا ما توصلهاش. ما
كاين الناس شحال بلاصه كيتفرجوا فينا طنجه صفراء وشحال بلاصه ثم عرف لا كادير لا جاوا شي مره بيت قداش بياتها بحال هكذا وراه كما يولينا كلشي ليتس جو كيف ما كتشوفوا مورا تشدادين واحد المره ها هي سكي كتشوفوها ها هي المهم يدير بها المهم سير بي لينا سير كنعرف ليها هاد اللي انا غادي كمراد سير على الله عندك الراجل ايوا هو بيطيح حضي هو طاح يلا سير سير شو واقف بلاصتو سير دير شي لعبة انظر باش يتصاور صيفطهم الناس ديال انستغرام اللي متبعيني سير اسير لا ما كنعرفش لا يضحكوا عليا اللي تخلي لما اليوم صعيب قالوا عليا اسير شو قالوا عليا كيعرف ليها سير شو هاد السيد كيعرف ليها نيت فقط عرف ليها اخويا وسخوض هاد مورا بغينا نديرو شي تشالنج هنا ولا شي تحدي صافي عطيه المرا داكشي ديالها اش كي دايره قلبها من تحت زوينه الصراحه يلا سير عطيه المرا قولها شكرا وقولها ولا قولها فرا شكرا قولها شكرا الله يحفظك ليك اخالتي سيرك قولها تابوناي عندي فلاشين قولها راه دير فلاشين حمزه فلوب دخلي تابوناي وبارطاجي مع لي صافي ديالي سير صاحبي يلا سير وقلت لي على حمال ديك الله يمسخك المهم كيف ما كتشوفوا الدراري نخليكم مع واحد السينماتيك دير واحد الموهبه دير واحد السيد اللي عجبتني جالس كيقاد لو شوفال العود هذاك العود والشمال والسبع جالس كيقادهم نخليكم مع واحد السينماتيك هو قدامنا اللي تسقاو نخليكم مع السينماتيك ديالو قد تبارك الله عليه وكي قد دابا فيه اسمه قد حيوان فرس النار راهو ولدو هنا حداه اكادير 2018 او السيد كي قد هادشي الخدمة ديالو ريش او السباقة او داكشي يلا نخليكم مع الدراري هادي بقى خدمة على حلوة سيرة مراد هادي باخذها بحوصنا على مارينا ايا بلاتي نوريكم كيف ما كتشوفوا هاي مارينا وهو مراد السوسي تاني فين نمشيو دابا ندخلو نضربو طورات تما حدا مارينا ايش من بعد نمشي لكوبوتيكا ايه المهم نضرو مزيان العزاوي تساوي الزاوي يلا Yeah.
ودري ما عرفتش يبان لكم شي حاجه ولا لا على حسب الاضاءه. وحنا غادي ندخلو فين ندخلو؟ الزهراء. ايوا الزهراء. انا ومراد ندخلو الزهراء. ياك دخلوا لهاد الزهراء، شوفوا هاد الزهراء. يلا مرة خد دابا راه عرفتوا معنا الزهراء كي دايره. شدو مراد واش غادي نتقدم اخويا شي حاجه؟ نتقدم شوفوا الدراري هو كي صيد البحري. اوه كي صيد بليكم شي عاجة وسط مارينا. شنو هذاك باش كتب فيهم؟ طعمة خبز شي جريبي العمل. جريبي العمل سرب حكا تعيني الحوتي تخلعه. اوه مش عاكي صيد مارينا خدا عاستك سيسقربه بي اوستربه شدو وديت من الليل واضلح عرسيبه. اوه كي صيد ما عرفتش الا كتبان لكم شي حاجه ولا لا. المهم راه تابع الحوت. واش ته قربوا بينا في الحرق معايا جيبوا لي امي. ما عرفتش الا كتبان لهم شي حاجه ولا لا. خوت راه مشينا للزهراء واخا ما خلينا شفت ماشي سينيماتيكات داكشي طلع على قد الحال وصافي. ما خليناش نصورو تما فهمتي. المهم حنا التخبيه لقطه واحد لقطه علاش قالوا لنا ما تصوروش ويقول لنا واحد راه داك التليفون وين محل لنا دوك الفيديوهات اللي صورنا. ولكن حنا مغاربه عندنا ديك البارتي ديال جوجل فوتو دوك اللي تمسحوا بقاو هنعاود نرجعهم دابا التليفون صاخيط. حنا مسخوط حنا غير انت انا ما غادي والي لا مسخوط. شكون اللي قال لي نخبيهم؟ شكون قال لي نصورو بالفن؟ احنا صورنا يقول الكاميرا تي 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 مرض بغيت نخد التليفون نهري على بلان. شوف الخوت اش بالك ما الدراري انا نمشي للجرفه الريحه مزيانه الجرفه صاحبي الجرفه فيه الجوع. يلا نمشي نقصيو شي حاجه شحال فيه الجوع. سمعك شي حاجه ولا قول لي ثاني خلص عليا دوراري واه بعدا اسمع في الصونسبور فلوس الكريشه تحبي نرد عليك. يلا اخويا ادخل واحد القهوة. وما الدراري حنا نمشيو دابا نضربو واحد الطرف سميتها الجروفة. يلاه ليكس ليك لينكس يلاه ليكس داوز. كيف ما كتشوفو جينا تلاقينا مع دوك 10 اللي لقيناهم كيصيدو في مارينا. جاو ناضي يصيدو في البحر ماشي في تما. هاهو ما شو صيدتو اليوم؟ هادشي اللي جاب الله عزاز داكشي بيديك. انت شبان ليك شلف فيهم كتب تحت بيزا بيزا اشي صيدتو؟ اتعشى بيه؟ بس عمو بس عمو اتعشى بيه؟ لا 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 دي هادشي العصام القوي مول الحوت اللي كاين فيه تملول. اشي صيدتو صافي؟ اتعشى بيه؟ ما تبيعوش؟ ما تبيعوش؟ ويلي ود ايه اش تقول لهم انت؟ واخوتي تصوروا مع الدراري كتفرج فيها؟ ويلي البوز لبس ان شاء الله الله يحفظك خويا. يلا سير الله يعاونك. الدراري كيف ما كتشوفوا تلاقينا مع واحد شي دراري كيديروا على العاب البيكالو. هضرنا معاهم واخا نصورهم وقال لنا واخا ودابا غادي نصورهم وما هابطين شويه شي العاب خطيره زعما انا الصراحه ومراد حتى هو ما يقدرش يديرها. نقول الدراري باش يهبطوا وتفرجوا نخليكم مع السينماتيك ديالهم.
تشوفها هو الدري اللي هبط فيهم الاخر. ها هو اليوم اخويا شكل ما راه تبان عنده حمزه فلوق. ايه يلا هضر خذ راحتك عطيهم حريه التعبير. حريه التعبير واش الرياضه اللي كان يرى الرياضه زوينه. الله يحفظك اخويا. نعم هو ما يدرجه واش كيخدم اسمي هذا الماركه اخي ديال هذه KTM. KTM هو ما الدراري الاخرين مع تبارك الله عليكم اخوتي ديديكاسيكم من حمزه فلوق. نعم خويا اخوتي ايوا مال بيكاب واش كيخدموا كاين هادي كاين هادي وكاين هادي الثروازيام. لاحظتكم الدراري الله يعاونكم. المهم الخضره كيما شتو راه صافي على سالينا يكون لفان ديال الفلوق هنايا ونقدر ندير لكم شي حاجه ديال القران الشفقه نختم لكم فلوق تاع الذكر الحكيم يقدر على حساب. المهم نكمل المورات معاهم. المهم الخوت دابا راه شوف راه تعذبنا على خضركم. المهم كلشي كنحاولوا باش اننا نوفروا لكم شي مناظر زوينه باش حتى بنادم يتفرج ويشوف شي حاجه زوينه اللي تعجبو يدخل. المهم الخوت ان شاء الله راه غندير فلوق الاخر في مراكش ان شاء الله الحد الجاي. المهم على حساب المادة والفلوس فهمتي. حنا راه كنتقاتلو باش اننا نطلع لكم شي فلوق مطرطق شي حاجه زوينه فهمتوني الدراري باش نطلع لكم شي حاجه زوينه باش مره اخرى تحبوا حمزه فلوق يبدا يصيفط لكم فيديوهات وشحال من حاجه لا بيس لكم الدراري واش يكون كيبان لكم شي حاجه ولا لا. المهم حنا دابا راه قلت لكم كيف ما قلت لكم حنا كنتعذبوا باش اننا نحاولوا نصوروا لكم شي مناطق زوينه شي حاجه كندوم على الطريق ديالنا كنصور لكم شي حاجه نقيه زعما داكشي اللي في جهتنا كنديروا عليكم حتى نتوما الدراري حاولوا تفاعلوا معنا. انا ما كنديش ابوني دخل اصاحبي تابوني اش غتخسر واش غادي ديك ابوني كتعض عد ليك هكا حشومه دخل دير ابوني ودير لايك واش نتحداكم 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 الدراري. اي واحد تفرج في هذا الفلوق وما دارش عذرنا هذوك هذوك بالنسبه لهذوك اللي عندهم اللي ما عندهمش دوك اللي ما عندهمش دخل دابا دوك اللي ما عندهمش جيميل وكيتفرجوا غير من فيسبوك انا عذرتهم حنا مقادين الجيميل باش انهم يدخلوا يديروا لنا ابوني داكشي. بالنسبه لواحد عنده الجيميل وكيدخل يتفرج فيها وما كيديرش لايك هانيه دير دير لايك عجبك الفيديو دير لايك ما عجبكش دير ديزلايك. اول حاجه اول يوتيوبرز غايقول لك لا ما عجبكش دير ديزلايك وخليها كومونتير اش بغيتي تشوف الحلقه الجايه. والله يعاونكم الدراري بيس عليكم كان معكم حمزه فلوق ليتس جو.